مساء الخيرات ميت، اهلا وسهلا حبايبي فيكم بمطبخ وحكايات امجد. اليوم ان شاء الله رح نعمل محلايه عام 2024، رح نسميها بطريقه جديده بمكونات جديده بس بسيطه ومتوفره معك، وممكن تعمليها لاي ضيف بيجي لعندك دقيقتين ما بتاخذ، سريعه جدا. بس اليوم رح نعملها بهي الاكواب، طريقه كثير سهله وكثير بسيطه. اول شيء رح نضيف كوبين من الحليب، اي حليب متوفر عندك على البارد، انا عم حط هاي الاشياء، كوبين حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوب الثاني، 4 معالق كبيرة من السكر. خلطة كتير سهلة، هاي 4 معالق ذرة فانيلا او معلقة كبيرة، احيانا بكون متوفر، هو ظروف انتو بقى شو متوفر عندكم، ما متوفر مثل مني حطي المعلقه. 4 بدي النشا، النشا هي عباره عن معلقتين كبار من النشا، هيك معرمين، هاي معلقه وهاي الثانيه، معلقتين نشا. بدي الدقيق اللي هو الطحين، رح احط معلقتين كبار من الطحين، هي مع اي طحين متوفر عندك حطي، وهي الثانية. هي المكونات الاساسية. هلا بقى لحركن على البارد لحتى يمتزجوا معي، وبعدين بدي اضيفهم على النار، حطهم على النار وبستمر بالتحريك لحتى يتقل معي المزيج، وبالاخير بضيف له 100 جرام من الزبدة. وهي المزيج لما ابتدى يتقل معي بقى رح اضيف قطعة من الزبدة لحتى اتخلص من تكتلات الطحين والنشا، فبستمر بالتحريك لحتى تذوب الزبدة ويغلي معي منيح، وساعتها بشيل المزيج. وهي خلص صار عنا جاهز، وطفينا الغاز، وشوفوا وصلنا لهي المرحلة يلي المزيج فيها صار متماسك. هلا بقى رح اصبهم فوق الاكواب. هلا بقى رح اعبي انا تقريبا نص الكوب، مشان هي تشوفوها، بنصب يعني اقل من نص، حوالي التلت بتحطوا فيه وبتتركوه. بنعمل الكوب الثاني نفس الشيء، هو المزيج متماسك، تلت الكوب فقط. بنعمل كل الاكواب نفس الطريقه، وهي اخر كوب، حاول كلهم بالتساوي وزعلهم، تبين يعني اكثر من التلت بشوي، قريب من النص. وهلا هيك صار عندنا المزيج جاهز بالكاسات، شوفوا هي بالاكواب، حاولوا تعملوه على استقامه واحده، زبطوه كلياتهم نفس الطريقه. هاي الاكواب اللي طلعت معنا حدخلها على البراد ساعتين ثلاثه، وبعدين بعمل لكم الزينه وكيف رح تطلع معنا. وهي طلعنا الكاسات بعد حوالي 3 ساعات. هلا بقى رح اقص الكاسه وطالع القالب من قلبها بهذا الشكل، ان شاء الله ما بتعذبكم وبتطلع بسهوله. حاولي هذا هيك، بنشيلهم كلياتهم بنفس الطريقه. وهون عندي مكسرات، اما فول سوداني او لوز او صنوبر اللي انتو بتحبوها، رح اعملهم بهذا الشكل، غطسها من كل جوانبها ورح احطها، اعمل الباقي بنفس الطريقه. وهي بعد ما طلعناهم من الكاسات بقى هلا رح زينهم بالشوكولا. وهي بقى حرية، بتحبوا تحطوا اشكال، بتحبوا اي شيء ممكن يطلع معكم انتو. وهلا بقى رح نزينه بالاخضر بالفستق الحلبي بعد ما حطينا الشوكولا، بيعطي منظر ولون كتير كتير حلو الفستق الحلبي. بظن يمكن هاي اقل ضيافة بتاخد معك وقت، وبنفس الشيء هي بتبيض الوش. بتمنى ان تكون وصفتنا لليوم عجبتكم، ان المحلايه اللي بالاكواب محلايه 2024 انا هيك بدي اسميها،
احدث شيء لسه ما نزلت على اليوتيوب. بتمنى انها تكون وصفتنا لليوم عجبتكم ونالت اعجابكم، وان شاء الله بنشوفكم بوصفات جديده باذن الله تعالى. شكرا للمتابعه حبايبي، الى اللقاء ان شاء الله بفيديو جديد. دمتم سالمين.